السلام عليكم، معكم محمود من قناة رؤى لايف. الحقيقة ان خلاص في كل المولات لازم دخول بالكوار كود، وما تسألنيش دخلت هنا ازاي، انا نفسي معرفش ازاي. رغم ذلك ناس كتيرة موجودة في المول، عدد ضخم يعني، بيشيكوا بشخص واثنين وثلاثة على كل بوابة، بوابات كتيرة للمول، ولكن في احد البوابات عليها شخص واحد شاب صغير وبتاع، ويعني عدينا من خلال هذه البوابة. موضوع النهاردة مش على الكوار كود ولا على تتصرف فيه ازاي، تاخد الجرعتين ولا تاخد سبوتنيك لايت، ولا سبوتنيك لايت ده جرعة واحدة وبتاخد الكوار كود فورا، مش ده الموضوع، مش دي القصة. القصة اللي انا يعني عايز اتكلم فيها النهاردة هي حتة ان الصرف الكتير اللي انا ملاحظه، واكيد انتم ملاحظينه طبعا، اللي العرب بينتهكوا الصرف كتير، يعني دايما الاقي المولات في المدن الرئيسية، سمارة، فولجوغراد، نيجني نوفغورود، تشيبوكساري، كازان، اوفا، يكاترينبورغ، بيتر، المولات دايما مليانة عرب، والعرب ما شاء الله اكياس وشاريين باستمرار. الملابس اوكي، اشتري ملابس زي ما انت عايز، المهم تكون بتلبسها، المهم تكون موضتها حلوة، مش اي حاجة عليها خصم وخلاص، تكون فعلا هتخدمك في البرد، تكون حاجة ليها ضرورة. ليه بقول الكلام ده؟ علشان في ناس زي ما قلت في حلقة سابقة بيجوا بعد فترة ويقولك انا محتاج اعمل مشروع، معايا 5000 دولار، معايا 6000 دولار، طب ما تجيب اكتر شوية وحاول جمع، يقولك مش ده اخري. طب ما انت يعني مشروع ما يكفيش المشروع، انت محتاج 10 20 15 الف دولار على الاقل عشان تعمل حاجة. في مشاريع بتبدأ بزيرو انا عارف، او مبلغ ما فيش، بس مش كل الناس عندها المقدرة دي. فارجع اقول له طب ما انت نفس الشخص اللي كنت بتمشي محمل كل يوم ودولابك مليان حاجات ما بتلبسهاش وما بتستعملهاش، جاي يوم تعمل مشروع وما معكش، يقولك لا اصل ده كان زمان. زمان ايه؟ ده من 3 4 سنين. في 3 4 سنين دول كل سنة هتلاقي فيه 6 7 تلاف دولار كده طايرين على حاجات انت مش فاكر انت صرفتها على ايه، واكل برة وبتاع، حاجات كتيرة، وهدوم، وشوية مثلا في ناس مثلا تشتري بال3 4 درونات، يستخدم واحدة والتاني يقول لا انا هجيب واحدة الاحسن منها والتانية تتركن، طب بيعها القديمة طب وهات فلوس منها، بيعها لحد صاحبك. يعني في ناس لا تجيد البيع، يقول لي انا ما لا اجيد البيع، او ان انا ابيع يعني ان انا اعيد بيع حاجة قديمة لا اجيدها. عملت اعلان في اوليكس مثلا ولا في افيتا وبتاع، ومحدش يعني اتصل بيا الا وعايز يفاصل، او ما بعرفش ابيع يعني، يقول لك ماليش في الموضوع ده. فالنتيجة كده ان هو على مر السنين بتلاقي 6000 دولار كل سنة كانوا يعملوا لك مشروع ومحترم. سبحان الله، يعني منين ما اقول الكلام ده الناس يقول لك طب ايه الحل دلوقتي؟ وفعلا ايه الحل دلوقتي؟ مفيش، هتفضل على الخمس 6000 اللي في ايدك، اللي لو احنا ما عملناش المشروع دلوقتي هيضيعوا هم كمان بنفس الكيفية بتاعة اللي قبلهم. فانا لما اشوف في المولات كده عمال على بطال ناس، هل ينفع ان انا اوقف كل واحد اقول له على فكره وريني كده انت شاري ايه، الحاجات دي انت محتاجها فعلا؟ طب ينفع؟ طب علشان انت بعد ما تتخرج او قرب ما تتخرج ان شاء الله هتحتاج مبلغ عشان تعمل مشروع، هيبقى معاك المبلغ؟ طب اهلك هينفع يفندوك يدوك 20000 يديك الفند اللي انت مطلوبه، او 20 30 الف دولار عشان تعمل بيه المشروع؟ الله اعلم. يعني في ناس اهلهم في مقدره، وفي ناس اهلهم لا، ما يقول لك ما اقدر اديك غير 10000 او 5000، ساعتها هتبقى هتدور على 1000، هتبقى في عرض 2000 دولار تقفل لك المشروع او تجيب لك الحد الادنى او المينيمم، مش هتلاقي. وده اللي انا بتكلم فيه يا جماعه، بهاتي فيه من زمان. انت ايها الطالب ما تستقلش نفسك، انت قريب قوي هتحتاج تعمل مشروع. في ناس يقول لك انا مش بتاع مشروع، انا مش حمل ان انا افتح مشروع وابقى مستقل كده. انا معاك صح، مش كل الناس حمل كده، بس ممكن مش كلكم، جزء منكم هيجي بعد سنه بعد سنتين ويقول انا نفسي افتح مشروع بس معيش الكاش. السنه اللي قبل اللي فاتت قلت لي انا مش بتاع مشاريع، صح ولا ايه؟ افتكر اليوم ده، الجمله اللي انت قلت لي فيها الكلام ده النهارده، تعالى بعد سنتين قابلني بس ما تقوليش انا عايز اعمل مشروع، لاني قلت لك هتحتاج تعمل مشروع وقلت لي لا انا مش بتاع مشاريع. اكيد طبعا معظم الناس احسن لهم وظروفهم انهم يشتغلوا موظفين،
والا مين هيشتغل موظفين؟ كل انت مثلا ما تيجي تفتح مشروع مين هيشتغل عندك؟ ما انت هتحتاج موظفين، وممكن يكونوا من زمايلك اللي الموظفين اللي عندك او اللي هيساعدوك في المشروع وهيشتغلوا في المشروع او في المحل او في المتجر او في البيزنس اللي انت هتعمله، اكيد ناس ممكن معظمهم يكونوا عرب زيك وهيبقوا موظفين عندك او معاك. ففي انا عارف جزء لازم من الناس هيبقى موظف وجزء هيبقى مديرين، والا كل الناس هتبقى مديرين وتبقى اصحاب مشاريع ومش هنلاقي حد يشتغل في المشاريع. اكيد دي سنه الحياه وده الطبيعي، ان جزء كبير موظفين وجزء قليل هو اللي عايز يبقى صاحب مشروع ومدير. فاللي بتكلم عليه ده الناس اللي هي عايزه كاش او عايزه مثلا كاش، حتى مش عشان يفتح مشروع، عشان يشارك حد ما بيلاقيش الفلوس، بيلاقي الفلوس قليله ومحدش عايز يشاركه بالمبلغ ده، يقول له لا انت مشاركتك ضعيفه قوي، ده اي حد اقل حد ممكن يدفع لي 10000 دولار، انت معاك 5 بس يعملوا لي ايه؟ وهيستقل مشاركتك. ف في اسال واحد اهو قديم في البلد وقابل ناس كتير وسمعت من ناس كتير وشفت مقاسي كتيره، اسمع مني انا يعني زي مش هقول لك زي اخوك الصغير والكلام ده، لان الكلام ده مستهلك، وما بحبش برضه اقول ان انا اخوك الكبير واعمل فيها الكبير والبيه، عشان كده بقول لك اخوك الصغير، مع ان انا اكبر منك سنا وممكن بكتير، ولكن يعني يمكن انت ما تديش نصيحتي او مش شايفني اخ ليك، فبقول لك اخوك الصغير، يعني كأنه واحد قريبك من بعيد يا سيدي وبينصحك، واحد قديم في البلد وبيقول لك اللي عنده، اسمع مني لعل النصيحة دي تنفعك قوي بعد 10 سنين بعد 5 سنين، لان غيرك قال لي نفس الكلام، قال لي نصيحتك اللي قلتها لي زمان سنة 2012 ولا 2014 نفعتني في 2020 واحنا هو في 2021. شوف مش انا بس اللي بنصحك، شوف الاخرين برضو، الناس المحترمة العقلة اللي ليها خبرة في البلد بيقولوا لك حاجات ساعات انت شايف ان هي بعيدة عنك جدا، ولكن هيجي يوم وتبقى قريبة منك جدا وهي دي حياتك. زي ما بنصحك في الزواج وانت تقول لا انا لسه، وانا لسه اتجوزت ومش مهم، يوم ما هتيجي تتجوز تقول يا ريتني سمعت النصيحة دي، انت رميتها النهاردة عشان مش محتاجها النهاردة لكن هتحتاجها بكرة. فمعلش في ناس تنصحك كده نصيحة صغيرة وما تفهمش هو ربنا قدر ان الشخص ده ينصحك النصيحة دي بالذات في اليوم ده ليه، لان مين عارف يمكن بعد 6 شهور تحتاجها. فده وجهة نظري، حوش من النهاردة، خد نصايح الزواج من النهاردة، خد نصايح العمل وتكتيكات البحث عن عمل مني ومن غيري النهاردة، لان بكرة هتحتاجها قوي، وتدور على حد ينصحك وتقول ده انا محدش نصحني، ده انا ملقتش نصيحة، لا نصحتك بس من سنتين فاتوا. دون الكلام ده، سجله عندك، يمكن تحتاجه يوم من الايام، ولا واكيد هتحتاجه في يوم من الايام. الناس اللي عايشة المواقف دي النهاردة بتقول كده والواقع بيقول كده. كلامي خلص، يا رب تكون الرسالة وضحت والكلام موصل لك بشكل سليم. سبحانك اللهم، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب، ولكن شوفكم على خير في عز الله. السلام عليكم.